طيب خلينا نطلع التقرير الأول عن أو الجمهور، نشوف الجمهور ماذا سيطلب أو ماذا سيسأل النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. عايز اسال استاذ احمد دياب بس، هل في نيه لالغاء كاس مصر ولا يستكمل؟ كنت عايز اساله ايه الفرق بينه وبين اتحاد الكوره، يعني صلاحياته وصلاحيات اتحاد الكوره، علشان بحس ان في تضارب في المعلومات ما بينه وما بين اتحاد الكوره. انا عايز اسال حضراته ايه الفرق بين كاس مصر وكاس رابطه الانديه؟ استفسار بس بسيط عن موضوع القرعه بتاعت كاس رابطه الانديه. الكاس فكرة كويسة ان هو يبقى فيه منافسات، والمنافسة هتكون احسن وارتقاء بمستوى الكرة في مصر عامة، بس انا كنت عايز اعرف ليه هو عملها على 3 مجاميع، وليه مش هي بنظام خروج المغلوب زي الكأس الرابطة الانجليزية مثلا، او احنا مش هنخترع العجلة، احنا المفروض ناخد انظمة ونطور بيها على قد ما احنا شغالين. احنا امتى هنشوف دوري منتظم؟ ايه اخبار الكره النسائيه دلوقتي في الفتره دي؟ الحقيقه جمهور واعي جدا. كل الاسئله دي احنا حاطينها طبعا، فالجمهور واعي جدا وبيسالك الاسئله، لكن انا اللي لفت نظري الحقيقه الكره النسائيه، هل الكره النسائيه تابعه للرابطه ولا تابعه للاتحاد؟ لا تابعه لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره برضه. طيب ادي سؤال، ده رد سؤال، هل ممكن يتعمل لها رابطه بعد كده لوحدها؟ المفروض الرابط للدرجات، يعني الاولى والثانيه والثالثه، وده موجود في العالم كله، موجود في العالم كله، بس في بعض الانديه بيبقى الاولى والثانيه مع بعض، وفي بتبقى رابطه واحده للثلاث درجات زي انجلترا مثلا. احد الاسئله قال لك ايه الفرق ما بين الاتحاد والرابطه، وحضرتك كنت يمكن قبل قلت او قول لنا. هي زي ما قلت حضرتك الرابطه احنا شرحنا هي قصتها ايه. الاتحاد المصري لكره القدم مسؤول عن بقيه الدرجات الموجوده، مسؤول عن مسابقه كاس مصر، عن المنتخبات، عن وضع الاستراتيجيات للناشئين والمنتخبات الوطنيه، فعنده مسؤوليات كتير عن الكره النسائيه. وهناك مسابقات الناشئين، هناك اختلاف كبير ما بين اختصاصات الرابطه واختصاصات اتحاد كره القدم المصري. المفروض الرابطه بتبقى هي دوري المحترفين وهي الكور بتاع الصناعه، وقت ما حضرتك رحت للاحتراف فبيكون في رابطه وانديه محترفه. كاس مصر اتلغى، هيكمل بتاع اللي هو السنه اللي مش فاكر اللي فاتت ولا مش فاكر بصراحه، مش فاكر والله بجد مش فاكر السنه اللي فاتت، مش فاكر ولا قبلها، هل ده اتلغى ولا ده ملوش علاقه؟ هي دي بطوله الاتحاد، فاحنا ما عندناش يعني ما نعرفش ايه القرار بالنسبه له من الاتحاد المصري. يعني انت لا تتدخل اطلاقا في مثل هذه الامور؟ لا لا خالص، مش علاقه، لا ما لان مش يعني ما هيبقى تدخل في اختصاصات. طيب في احد الاسئله برضو اتكلم عن ايه تاني، كاس الرابطه تمام، وليه 3 مجموعات مش بخروج المغلوب؟ خلينا نقول ان كاس الرابطه كان صعب جدا انه يطلع الموسم ده، ولكن احنا كنا حريصين جدا زي ما كنا بنتكلم ان في توقفات كتيره جدا، عشان حضرتك تستحدث بطوله ثالثه في التوقيت ده في موسم زي ده صعب. ولكن ليه كنا حريصين عليه؟ لان احنا عاوزين اول خطوه في اللي احنا بنعمله لصالح الانديه توجد له رايتس جديده للانديه. اوكي، فكان لازم اعمل ديمو كاس الرابطه النسخه يعني الاولى ده، يبقى ليها مثال تقدر تبني عليه وتبيعه لصالح الانديه في المواسم القادمه. طيب امتى في ظل موسم زي ده؟ كان انسب حل ليها هو التوقف بتاع بطوله امم افريقيا، لانه يعني توقف طويل. فانت عاوز تعمل بطوله يكون فيها عائد بعد كده على الانديه ويكون في استفاده فنيه. فالنهارده ايه التوقف ده؟ كان كل الانديه هتعمل فيه ايه؟ راحه سلبيه، معسكرات اعداد، مباريات وديه، صح، عشان مزبوط. نرجع نلعب الدوري. طب لما يكون في النهارده بطوله بنسختها الاولى، والحمد لله ان شاء الله تطلع بشكل كويس على القدر اللي احنا رتبنا انها تطلع له، فبالتالي ده بيخلي عندك استفاده فنيه للانديه، وعامل دمه بمجهود كبير جدا، يبقى عندك ليها رايتس في المواسم القادمه. ليه معموله 3 مجموعات؟ عشان تقدر تعمل عدد مباريات اساسيه زي بطوله مجمعه. لكن هترجع بعد كده، احنا قلنا يمكن من اول يوم ان الكالندر بتاع بطوله كاس الرابطه مش هيبقى كده في النسخ القادمه، هو النسخه دي بس، النسخ القادمه هيتلعب عادي طبيعي جدا خلال الموسم. لكن ظروف الموسم ده والاستفاده الفنيه ليه
كانت انها تبقى زي بطوله مجمعه. بس برضو ثلاث مجموعات برضو شيء غريب، يعني ما كنت عملتها مجموعتين او اربعه. ما انت عشان تقدر، انت عاوز تخلص قبل اخر الشهر. اه يوم 31 لان في انديه عندها ارتباطات. يعني مثلا زي النادي الاهلي عنده كاس عالم انديه. فانت لازم تخلص. فعندك ارتباطات وخلاص. انت ما يعني 6 فبراير هتبدا الدوري. لازم ادي راحه برضو ما بين الماتشات بتاعه كاس الرابطه والناس ترجع تلعب دوري. انا مش هنقل الفكره، مش ان انا انهك ال 18 نادي ولاعيبتهم، بالعكس انت بتعمل لهم حاجه مفيده. فلما اسيب 6-7 ايام قبل انطلاق الدوري ده شيء جيد. فهتختار الاوائل او يعني نظام البطوله انت ثلاث اوائل واحسن تاني. واحسن تواني. احسن تاني. اوكي. وهيتعمل بينهم قرعه سيمي فاينل وبعد كده الفاينل. القرعه ما بين الاربعه بالظبط عشان بغض النظر عن الاول او تاني. لا قرعه ما بين الاربعه.